وتجزل لنا بها العطاء والمنا. انظر إلينا وإلى السامعين نظرة رضا تكتبنا بها كلنا من ساكن الفردوس في الجنة. اللهم فرج عنا وعن المسلمين في كل مكان يا رب لطفا لطفا بأهل سوريا، يا رب رب لطفا لطفا بأهل سوريا وبرما وفلسطين وليبيا والعراق واليمن الحبيب يا الله. يا رب انظر لكل إنسان مظلوم في بلادنا وأوطاننا نظرة رضا ترفع عنه الظلمة والبلاء. يا رب انصرنا على من ظلمنا، يا رب ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا رب نتوسل إليك بالدعاء ونتضرع إليك بالرجاء ألا تجعل لنا يا مولانا ذنبا إلا غفرته، اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، ولا تدع لنا عيبا إلا سترته، أصلح عيوبنا واسترها لنا وكما سترتها اغفرها لنا يا مليكنا، ولا تجعل لنا ميتا إلا رحمته. يا رب ارحم أبي وموتانا وموتى المسلمين، ولا تدع لنا يا مولانا مريضا إلا شفيته، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، اشفنا بشفاك، داونا بدواك، ولا تجعل لنا يا ربنا ضالا بعيدا عن طريقك إلا بحنانك قربته وناديته بكرم منك وجود. يا ذا الفضل يا ودود، لا تحرمنا لذة مناجاتك ولا شرف دعائك يا أكرم الأكرمين. أجب دعاءنا واغفر ذنبنا يا رب، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب. واهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا في هداية من اهتدى، واجعلنا أعلاما للهدى، وارزقنا صدقا وإخلاصا في أعمالنا وأقوالنا، وبلغ بنا دينك يا رب العالمين، وعلمنا مرادك من كتابك، وارزقنا الأدب معك، وافتح لنا فتوح العارفين بك يا ربنا. في قلوبنا دعوات ورجاءات يا رب، لا تنتهي هذه اللحظات إلا وقد أعطيت كل داع دعاء، وكل راج رجاء، وكل طالب ما يتمنى، وفوق ما يتمنى، وأعظم ما نتمناه رؤية وجهك الكريم في الجنة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين 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 آمين. ربنا يكرمك. اللهم آمين. فضلت الدكتور، أنا بشكرك جدا. الله يبارك. نورتني. إن شاء الله الجمعة القادمة سيكون حوارنا حول الحج إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لمن يذهب الحج ولمن يبقى في البلاد، ما هي الطقوس التي يجب أن نفعلها؟ دائما احنا الباقي عندنا من الحج هو الذبح وحاجات كده.